إن القيادة السياسية في مصر والحكومة حريصتان على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، خصوصا في المجالات والأنشطة المرتبطة بالزراعة والإنتاج الحيواني، في ظل المشروعات القومية الكبرى والتي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي القطاع الزراعي هناك عدة مشروعات، من بينها ثلاثة مشروعات قومية تساهم في تقليل معدلات الفقر والحد من الفجوة الغذائية، وفي مقدمتها مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروع تنمية الثروة الحيوانية من خلال إنتاج 1,000,000 رأس جديدة، ومشروع 100,000 صوبة زراعية. ومن أهم ما تم إنجازه خلال العام 2017 نجاح الوزارة مؤخرا في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية من المنتجات الزراعية في كل من الصين وأندونيسيا وفيتنام وتايوان، فضلا عن إلغاء الحظر المفروض على بعض المنتجات والمحاصيل الزراعية من قبل الكويت والأردن والإمارات والبحرين وأستراليا. إن صادرات مصر في عدد من المحاصيل الزراعية خاصة الموالح قد شهدت هذا الموسم طفرة كبيرة، الأمر الذي يؤكد الثقة التي تحظى بها المنتجات المصرية في الأسواق الدولية في ظل الإجراءات والمواصفات والتي أقرتها وزارة الزراعة. هناك تقدم كبير في مشروع البتلو ومشروع تربية 1,000,000 رأس ماشية لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني وزيادة الإنتاج المصري من اللحوم والألبان، وكذلك مشروع ملء الفراغات الذي يهدف إلى زيادة الثروة الحيوانية. وحول إجمالي مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والتي تم الترخيص بتشغيلها خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى نهاية أكتوبر الماضي ضمن خطة الدولة للتوسع في الإنتاج المحلي من اللحوم وزيادة المعروض منها في الأسواق للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بالأسواق، فقد تم إصدار 5,028 ترخيص لهذه المشروعات، منها 2,073 ترخيص لمشروع الإنتاج الحيواني و 2,406 ترخيص لمشروعات الإنتاج الداجني بمختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى إصدار ترخيص بإنشاء 4 مزارع للأرانب و 20 مزرعة للأغنام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ملف الزراعة في مصر في 2017 ملف كبير وفيه إنجازات كثيرة جدا، العاملون في صمت، شغالين 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 سواء في استصلاح أو في تربية حيوانات أو في إنتاج حيواني، سواء من أول المشاة لحد الدواجن والفراخ والحاجات، حاجات كثيرة جدا فيها إنجازات حصلت، لكن يمكن الإعلام ما بيسلطش الضوء قوي على الحاجات دي، فإحنا النهاردة هنعرف مع بعض أهم الحاجات اللي حصلت عشان نقعد كده مطمنين ونعرف إن إحنا أنجزنا في 2017 وإيه الطموحات بتاعتنا في 2018. سقف الطموح مفتوح، ممكن نحلم بحاجات كتيرة جدا. 1,500,000 فدان استصلاح دي كانت في دماغنا، قدرنا وبنقدر وهنعمل وهنعمل أكتر منهم كمان. خلوني بس أرحب بضيفنا الكريم دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ حاتم، وأنا سعيد إن أنا مع حضرتك ومع الأستاذة هند. احنا سعداء بحضرتك يا فندم، وسعداء اكتر ان وزارة الزراعة بتلبي دايما رغباتنا وبتوضح للسادة المشاهدين يعني من خلال برنامج مصر جميلة كل ما هو بيهم المواطنين. استعرضنا من خلال التقرير بعض الانجازات اللي حققتها وزارة الزراعة خلال 2017. سريعا يا فندم يعني نتكلم كده رؤوس مواضيع، رؤوس مواضيع وملفات تم انجازها بالفعل 2017 وعادت بالفايدة على المواطن المصري. طيب يعني خليني في البداية أوجه التهنئة للإخوة الأخباط بمناسبة يعني أعياد الميلاد المجيد، وطبعا لكل الشعب المصري بحلول عام 2018، وإن شاء الله يكون هذا العام هو يعني عام حصاد الجهد والعمل والإنتاج في العام الماضي 2017. الحقيقة ما في شك أنه القطاع الزراعي بيمثل أحد الأعمدة المهمة في الاقتصاد المصري،
طبعا خلال عام 2017 الحقيقة كان في شغل كبير جدا، يمكن عاوز أقوله بدون مبالغة لم يحدث خلال السنوات السابقة. كان في طفرة كبيرة جدا سواء كان في الانتاج الزراعي أو في الانتاج الحيواني والدجيني والسمكي، بالإضافة للخدمات اللي احنا بنقدمها للفلاحين في كل المجالات. يعني يمكن احنا لو بدأنا نتكلم على النهوض بالمحاصيل الزراعية بصفة عامة، طبعا ما فيش شك ان احنا الحمد لله عندنا اكتفاء ذاتي من المحاصيل البستانية، يعني عندنا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة وموجودة في السوق، وبالعكس احنا بنصدر بكميات كبيرة يمكن زي ما سمعنا في التقرير لكل دول العالم، ومحاصيلنا بتتمتع بسمعة طيبة جدا لكل دول العالم، وفتحنا أسواق جديدة ما فيش شك. لكن احنا عندنا مشكلة في بعض المحاصيل الاستراتيجية زي القمح، زي الذرة الصفراء، زي فول الصويا. لكن العام الماضي الحقيقة كان فيه طفرة للنهوض بهذه المحاصيل، وأيضا لازم نتكلم على محصول القطن اللي شهد تدهور كبير جدا في السنوات، للأسف في السنوات السابقة. الحقيقة في عام 2017 شهد بداية النهوض بهذا المحصول الاستراتيجي المهم اللي بتتمتع به مصر بسمعة طيبة جدا، لأن مصر زي ما احنا عارفين مشهورة بالأقطان طويلة التيلة. راجعين يعني يا فندم في السوق العالمي؟ راجعين في السوق العالمي إن شاء الله. ما نقول لحضرتك يعني لأن احنا الحقيقة لينا سمعة طيبة إن احنا بنتمتع بالأقطان طويلة التيلة فائقة النعومة والطول. يمكن طبعا التدهور اللي حصل في السنوات السابقة بالنسبة لمحصول القطن كان بسبب تلوث البذرة وبسبب تحرير تسويق أقطان الإقصار، ده اللي عمل مشكلة. السنة اللي فاتت الحقيقة حصل نهضة كبيرة لهذا المحصول، يمكن احنا في 2016 كنا زارعين 130 ألف فدان، السنة اللي فاتت زرعنا 220 ألف فدان منهم 62 ألف فدان أقطان إقصار، تسمح ان شاء الله بان احنا في 2018 نزرع على الاقل 350 الف فدان، في 2019 نوصل لنص مليون فدان، وهكذا تزيد المساحات سنويا الى ان نصل للمليون والمليون ونص واتنين مليون فدان قطن. لانه المحصول ده الحقيقه احنا دايما نبص للقيمه المضافه لهذا المحصول، ليس فقط كقطن شعر يتم تصديره، لكن في قيمه مضافه لهذا المحصول، ويمكن من اهمها استخراج الزيت من بذره القطن. يمكن احنا في السنوات في الستينات السبعينات لما كنا بنزرع مساحات كبيره من القطن وكنا بنستخرج زيت بذره القطن ما كانش عندنا مشكله كبيره في الزيوت زي ما هي موجوده دلوقتي. ان شاء الله مع زياده هذه المساحه يعني تحل مشكلة الزيوت إلى حد كبير، بالإضافة للكزب اللي بيتم استخراجه من القطن، وهو بيعتبر طبعا علف حيواني مهم. إذن يعني محصول مهم، محصول ليه قيمة مضافة إحنا مهتمين بيها. في تنسيق بيننا وبين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التجارة الداخلية والصناعة علشان يتم تطوير المصانع الخاصة بالغزل والنسيج لتناسب ما نزرعه، لانه مش معقول احنا عندنا مصانع غزل ونسيج ونستورد اقطان من الخارج لهذه المصانع ونصدر القطن بتاعنا الممتاز للخارج ويتم تصنيعه وبعدين يرجع لنا مره تانيه في صوره مصنوعات مرتفعه الاسمنت. ده بالنسبه للقطن. طبعا يعني النهوض مستمر وشهد فعلا عام 2017 نهضه حقيقيه لهذا المحصول، طبعا بمتابعه مستمره من معالي الوزير، ولدرجة ان احنا مهتمين حتى بتسويق الاقطان بالنسبة للفلاحين، يعني احنا ما سبناش السوق كده. احنا يمكن عندنا اجتماع كان اسبوعي لمراقبة عملية تسويق الاقطان، وبيحضر هذا الاجتماع كل المهتمين بهذا الموضوع. ويمكن عاوز اطمن حضراتكم ان وصل سعر الانطار لاكتر من 3000 جنيه، ودوت اللي بيشجع المزارعين ان هم يستجيبوا للي احنا بنقوله بحيث تزيد المساحات المنزرعه، لان حضراتكم عارفين ان مفيش دوره زراعيه، احنا لا نملك ان احنا نجبر الفلاح انه يزرع محصول معين، لكن احنا بنحاول عن طريق ان احنا نشعره باهميه هذا المحصول. ممكن ان هو يحس بيها ان هو لما يزرع ده او لما يستجيب للدوره الزراعيه اللي بتطرحها او بتقترحها الدوله، هو هيعود عليه بالنفع ازاي؟ لانه اكيد الدوله ليها رؤيه في استراتيجية الزراعة في مصر. لا، هو عادة يا أستاذة هند الفلاح بيزرع المحصول اللي هو شايف انه هيجيب له عائد، صحيح عائد مجزي،
واحنا معاه لان ده حقه طبعا. فاحنا بنحاول ان احنا بنزيد من اسعار توريد المحاصيل بصفه عامه علشان نشجعه على زراعه المحاصيل الاستراتيجيه المهمه. ده بالنسبه للقطن، وانا بطمنكم ان شاء الله هيرجع كسابق عهده احد اهم المحاصيل اللي كان الفلاح يوم الجني بيكون سعيد جدا لان غنوا له يا فندم بالظبط بيغنوا له العزبه كلها كانت بتروح تجمع القطن لانه يوم الجني ده الفلاح عارف انه هيكسب كويس قوي، هيسدد كل التزاماته، لو عنده مشكله هيحلها، لو عاوز يزوج حد من اولاده، يعني ان شاء الله الايام دي هترجع مره. ده بالنسبه للقطن. بالنسبه للقمح مفيش شك انه حصل فيه برضو نهضة كبيرة، طبعا حضراتكم عارفين ان احنا بنتحرك في مساحة محدودة، حي الزراعي محدود يعني في حدود 9 مليون فدان، وهذه المساحة لم تزيد بالصورة التي تتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، دي برضو مشكلة، لكن احنا بنحاول ان احنا نزيد من انتاجية جميع المحاصيل الاستراتيجية عن طريق التوسع الرأسي. المقصود بالتوسع الرأسي استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية في جميع المحاصيل. طبعا برضو زي القطن عندنا أصناف جديدة متوسط إنتاجيتها يصل إلى 10 أناطير في الفدان. إحنا بالنسبة للقمح الحمد لله عندنا طفرة كبيرة من ناحية استنباط أصناف جديدة تكون عالية الإنتاجية. يمكن كان متوسط إنتاجية الفدان في العام الماضي حوالي 19.1 أرداب للفدان، لو قارنا هذا الرقم بالثمانينات كان متوسط إنتاجية الفدان حوالي 7.8 أرداب. شوفوا قد إيه طبعا لما علم بقى وتطور بقى لا يا فندم، استنباط أصناف جديدة. وطبعا كلمة أنا لما بقدم كوزارة زراعة أو كمركز بحوث زراعية صنف جديد للفلاح هو بياخده بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة، لكن لازم نعرف أهالينا ونعرف المشاهدين إن استنباط صنف جديد من أي محصول ممكن يستغرق من 10-15 سنة، فوراء جهد كبير جدا من الباحثين في كل المعاهد، في كل معاهد مركز البحوث الزراعية. فطبعا بالنسبة للقمح يعني احنا كنا زارعين السنة اللي فاتت حوالي 2.9 مليون فدان، احنا نأمل ان شاء الله في هذا العام يعني في الموسم ده اللي احنا داخلين عليه في 2018، طبعا زراعة القمح شغالة دلوقتي، نأمل ان احنا نوصل ل 3.3 مليون فدان. طبعا كل ما هتزيد المساحة مع التوسع الرأسي بتزيد الانتاجية، ونحاول بقدر الامكان تقليل الفجوة الاستيرادية لان ديت نقطة مهمة جدا، بالإضافة طبعا لعوامل أخرى وتعاون بيننا وبين وزارة التموين ووزارة الصناعة، لأن مهم جدا عملية التخزين ووجود صوب تستوعب ما ننتجه من الأقماح. ده بالنسبة للقطن. بالنسبة للقمح في محاصيل أخرى طبعا تم التوسع في زراعتها زي فول الصويا على سبيل المثال، من 90,000 فدان وصلنا ل 140,000 فدان في العام الماضي، وفول الصويا بيعتبر من المحاصيل المهمة كمحاصيل زيتي وأيضا من محاصيل العلف. عندنا كمان الذرة الصفراء تم التوسع في زراعتها بصورة كبيرة، وصلنا لمليون و257,000 فدان العام الماضي، والذرة الصفراء بتمثل الحقيقة أحد العناصر المهمة في علف الدواجن، لان طبعا احنا كانت المشكله عندنا وارتفاع اسعار الدواجن ناتج ان احنا بنستورد ذره صفر من الخارج، وبالتالي مدخلات انتاج هذه الصناعه بتكون عاليه الثمن، وبالتالي المنتج بيكون مرتفع. احنا طبعا لما بنزود المساحات المنزرعه من الذره الصفراء ده بيتيح فرصه انه اسعار الدواجن تقل في السوق. ده طبعا اعتقد انه حاصل في الفتره الحاليه، يعني جت فتره الدواجن عليت قوي وبعد كده ابتدت احنا شايفينها دلوقتي تنزل، واللحوم كمان نزلت بس عايزينها تنزل كمان يا فندم ان شاء الله، عايزين نزود اكتر وتنزل كمان ان شاء الله. طبعا احنا يعني طبعا بتزيد المساحه، احنا شجعنا الفلاح انه يزود المساحه من الذره الصفراء لان احنا شجعنا الشركات اللي ليها علاقه بانتاج الدواجن ان هي تتعاقد، يعني ليها علاقه باتحاد منتجي الدواجن، تتعاقد مع المزارعين لشراء هذا المحصول، ونجحنا في ده بالفعل. يعني دي انجازات سريعه بالنسبه للمحاصيل الاستراتيجيه المهمه. مش هنتكلم على الخضار والفاكهه لان احنا لامسين ده في السوق الحمد لله، رغم بنصدر كميات حلوه لا يا فندم، ما انا هقول لحضرتك على التصدير، لكن احنا يهمنا برضو احنا مش قبل ما بنهتم بالتصدير نهتم بالمواطن المصري. الحمد لله كل انواع الخضار والفاكهه موجوده في السوق وباسعار اعتقد الى حد ما
مرضيه. خلينا نقول مش في اما انا بقول مرضيه بسوق العبور، بجيب من هناك وانزل من بالزبط. هنا فبقرر. لا هو برضو استاذ حاتم يعني حته الاسعار خليني اتكلم فيها بسرعه، لان يمكن احنا برضو احنا يعني احنا كوزاره زراعه مهمتنا بالدرجه الاولى انتاج، يعني انا انتج وبعد كده موضوع التسويق دي مسؤوليه جهات اخرى. ويمكن اللي بيرفع اسعار الخضار والفاكهه احيانا بسبب الحلقات الوسطيه من المنتج للمستهلك. يمكن عاوز اقول لحضراتكم، يمكن لما بتبقى الطماطم في السوق ب 3 جنيه ممكن الفلاح بيبيعها للاسف في الغيط يمكن ب 50 قرش او اقل. واحيانا ممكن الفلاح يلاقي حتى تكلفه جمعها اقل من ثمن بيعها وبالتالي يحرقها في الارض، فدي مشكله. فاحنا محتاجين منظومه تسويقيه واضحه لجميع المحاصيل الحقيقه تقلل من الحلقات الوسطيه من المنتج للمستهلك. دي هتفيد الفلاح، هتخليه يبيع محصوله بسعر مرضي بالنسبه له طبعا، وهتفيدني انا كمستهلك، السلعه هتوصل لي بسعر مريح عايز. وبسعر مناسب. دي مهمه جدا. لكن احنا مهمتنا كوزاره زراعه انتاج، ان احنا نصل باعلى انتاجيه من جميع المحاصيل بالنسبه لوحده الفدان. بالنسبه للخضار والفاكهه الحمد لله مفيش مشكله، بنصدر كميات كبيره لمعظم دول العالم. يعني يمكن السنه اللي فاتت احنا وصلنا لحوالي 4,800,000 طن بزياده عن 2016 في حدود 500,000 طن، وقدرنا نفتح اسواق جديده زي ما سمعنا في التقرير. قدرنا نتغلب على بعض الدول اللي كانت فرضه حظر على محاصيلنا الزراعيه. يمكن كان مؤخرا طبعا البحرين والامارات والكويت والاردن، والحمد لله تم حل هذه المشاكل. عاوز اقول ان احنا بمجرد ما بتحصل اي مشكله مع اي دوله بتستورد محاصيلنا الزراعيه، الحقيقه مع الوزير بياخد قرار فوري بان وفد من الوزاره من المعنيين بموضوع التصدير والحجر الزراعي يسافر فورا الى هذه الدوله ويحل المشكله ولا تستغرق الا ايام قليله. تم الحقيقة وضع تفاهمات بيننا كالحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي وبين هذه الدول علشان ما يحصلش أي مشاكل بعد كده بالنسبة لمحاصيلنا التصديرية. يمكن أهمها إن احنا كنا بنطلب من كل الدول اللي بتستورد محاصيلنا الزراعية إن يكون فيه تواصل مستمر بين الحجر الزراعي لهذه الدول والحجر الزراعي المصري، بحيث إنه لو حصل أي مشكلة من مستورد يبلغونا، حصل اي مشكله من مصدر يبلغونا، بحيث ناخد اجراء ضد هذا المصدر ولا يتم فرض الحظر على كل المحاصيل، لانه مش ممكن اعاقب مثلا مصدر واعاقب كل المصدرين على مستوى الجمهوريه او اعاقب الدوله بصفه عامه. طبعا الحقيقه تم الاتفاق على ده. يمكن كان سبب المشاكل اللي حصلت بعض المصدرين بعد تحرير سعر الصرف اصبح التصدير مغري الحقيقه وجايب فلوس كويسه، وبعض الناس دخلت سوق التصدير لاول مره والحقيقه ولم تتبع الاجراءات. احنا على طول بسرعه خدنا بالنا من ده، ومع الوزير اصدر قرارات حاسمه وحاكمه لهذا الموضوع، بحيث ما فيش اي منتج يخرج من مصر الا يكون يتوافق مع المواصفات والمعايير الدوليه، ويكون خالي من متبقيات المبيدات او ما يوجد به من متبقيات المبيدات في الحدود المسموح بها دوليا. واحنا عندنا طبعا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيله بيعتبر معمل عالمي والشهاده بتاعته موثقه. ممنوع نهائيا اي مصدر يصدر اي محصول للخارج الا بعد ان يحصل على هذه الشهاده. بالعكس احنا عملنا كمان حاجه تانية، ان يتم تسجيل المزارع القائمه بالتصدير، يتم تسجيلها في مجلس التصدير وتاخد كود وتاخد رقم، بحيث ان احنا نتابعها من بدايه الزراعه وناخد منها عينات اثناء الزراعه ويتم تحليلها للتاكد من سلامتها، وناخد عينات ايضا اثناء اعداد الرساله للتصدير. دي كلها اجراءات الحقيقه مهمه جدا علشان نضمن سلامه محاصيلنا وسمعه محاصيلنا التي يتم تصديرها للخارج. قلنا كمان ان مهما كانت الكميه المصدره لابد من تحليلها، لانه كان للاسف بعض المصدرين مثلا يصدر كميه 5 طن 10 طن لاي دوله من الدول، خيار على طماطم على فلفل على كذا، وتبقى مثلا بعض الكميات قليله فما يحللهاش، يحلل صنف واحد وبعدين يصدق قلنا لا، مهما كانت الكميه لازم يتم تحليل كل الاصناف. ثمره واحده ممكن تقلب الموازين، ثمره واحده كيلو واحد ممكن يعمل لنا مشكله. احنا حريصين على ده، ويمكن الحمد لله احنا شايفين طبعا كان نتيجه ده زياده تصديرنا للمحاصيل الزراعيه او لحاصيلاتنا الزراعيه على مستوى العالم، زادت بحوالي 500,000 طن، وده مؤشر جديد فتح اسواق جديده. طبعا احنا مستمرين في ده، وده طبعا دور الحجر الزراعي المصري.
ده بالنسبة يعني للتصدير، ده يدل على ان احنا الحقيقة ماشيين بخطة واضحة جدا، باستراتيجية علمية مفهومة ومعروفة ومحددة لزيادة الانتاج من جميع المحاصيل وزيادة تصديرنا للمحاصيل الزراعية. طبعا معروف انه الانتاج النباتي ينعكس او يتناسب طرديا مع الانتاج الحيواني، كل ما كان في انتاج نباتي مرتفع كل ما كان في زيادة في الانتاج الحيواني. طبعا ما فيش شك، يمكن حضراتكم وكل الناس عارفين المشاكل اللي واجهت الثروه الحيوانيه في العام الماضي والحمى القلعيه وكذا وكذا ونفوق المواشي، وكانت طبعا الصحف والبرامج كلها بتتكلم. ما كانوش مقصرين بصراحه. لا هو احنا للاسف ما فيش شك، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، انه كان معالجه هذا الموضوع كان في شيء من الخطا، لان احنا كنا بنتصرف كرد فعل. انه لما تحصل مثلا حمى قلعيه في قريه لاحد المواشي احنا نجري ونحصن وبتاع وكده. طبعا هذا الاسلوب في الامراض الوبائيه الحقيقة غير سليم. المفروض الأمراض الوبائية عادة أو الأمراض الفيروسية بصفة عامة المفروض أمنع حدوثها، لأن في حالة حدوثها ممكن بتعمل لي مشاكل وبيبقى صعب علاجها وممكن تؤدي إلى النفوق. ده على فكرة في كل الكائنات الحية، سواء إنسان أو حيوان أو نبات، يعني حتى في النبات نفس الحكاية. أنا سعيد جدا إن حضرتك بتتكلم بمنتهى الشفافية وبتقول إحنا كنا مقصرين لكن عرفنا وبنشتغل دلوقتي يا فندم. ما هو ده الوقت بالظبط كل حاجة. طب إحنا عملنا إيه بقى علشان يعني نتغلب على المشاكل اللي كانت موجودة قبل كده بالنسبة للأمراض الوبائية؟ ما بقاش تصرفنا رد فعل، بقى لينا خطط استباقية لمواجهة هذه المشاكل. عملنا حملات قومية لتحصين المواشي على مستوى الجمهورية، مش حملة واحدة. طيب الحملات بدأت من امتى؟ يعني يمكن اول حملة بدأت في شهر 2 الماضي 2016، وبعدين كان في حملة في شهر 7، وكان في حملة انتهت في 20 ديسمبر اللي احنا فيه الحالي. الغرض من هذه الحملة تحصين كل المواشي على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات. عظيم. ملناش علاقة بقى ان احنا منتظرين اما تحصل بقرة هنا ولا بقرة هنا ولا مشكلة هنا. طيب ده كان نتيجة ايه؟ لانه برضو الغرض من التحصين هو رفع الجهاز المناعي للحيوان، وبحيث ان هو يقدر يتحمل الاصابة لو حصل. برضو دي نقطة مهمة عاوزين نوضحها، مش معنى ان انا بحصن ان انا ضمنت انه مفيش اصابه بنسبه 100%. لكن زي التحصينات بنقلل، يعني زي ما بناخد التطعيمات احنا كبني ادمين بالظبط كده. هو الغرض منها ان انا برفع الجهاز المناعي للحيوان بحيث يتحمل الاصابه او يتغلب عليها، وبالتالي ما يحصلش نفوق. كان نتيجه هذه الحملات على مستوى الجمهوريه الحمد لله، يمكن احنا هو دخلنا في فصل الشتاء، ويمكن السنه اللي فاتت في مثل هذا الوقت كان في مشاكل في بعض المحافظات زي الشرقيه وكوارث زي السويس وكذا، ونفوق لاعداد كبيره من الحيوانات. الحمد لله احنا لغايه دلوقتي ما فيش اي حاله نفوق لاي حيوان، وباذن الله يعدي فصل الشتاء بدون اي مشاكل. ليه؟ لان احنا طبعا بفضل الله اشتغلنا باسلوب علمي صح، وعملنا خطوات استباقيه لمواجهه هذه الامراض. طبعا الدكتوره منى محرز نائب الوزير الانتاج الحيواني والدجين والسمك الحقيقه أيما بمجهود كبير في هذا الموضوع وبتتابعه بصورة مباشرة، فالحمد لله يعني يعدي هذا الموسم وبدون مشاكل. ده من ضمن الإنجازات. طيب بالإضافة لعمليات التحصين للثروة الحيوانية، احنا عاملين تسجيل وترقيم للمواشي. بمعنى يعني ايه فندم؟ تسجيل وترقيم يعني الحيوان اللي بتروح اللجنة عشان تحصنه بتسجله وبتديله رقم، لان احنا عاوزين نعرف تعداد الثروه الحيوانيه حقيقه في مصر قد ايه، لان احنا للاسف ما عندناش قاعده بيانات واضحه لهذا الرقم. انا لما اعمل قاعده بيانات للثروه الحيوانيه الموجوده في مصر اعرف عندي كم مليون بقره، كم مليون كذا كذا، اقدر يبقى احط الخطه بتاعتي او اخد قرارات سليمه لحمايه هذه الثروه، ابقى عارف كميه الامصال واللقاحات اللي عندي كميتها المفروض تتوفر قد ايه. فده مهم جدا. الوحدات البيطريه المفروض تكون متواجده باعداد قد ايه؟ الاطباء البيطريين وهكذا. طب انا احنا ماشيين في هذا الاتجاه الكلام ده، لان الفلاح بالنسبه له راس ماله هو، خلينا نتكلم بالبلدي، الجاموسه والبقره اللي حيله. لا اكيد طبعا، واحنا عارفين ده. في ناس بتبقى خايفه تقول لك لا يا عم هتتنظر لو رحت قلت مش عارف ايه، وناس تقول لك لا هم بيعملوا مش عايزين ياخدوا منا ضرايب. انا عايز توضح نقطه. والله برافو عليك يا استاذ حاتم، حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، ودي بتعتبر احد المعوقات اللي احنا بنواجهها. بعض الفلاحين انه فعلا ما يرضاش يخرج، بالرغم ان احنا التحصين دلوقتي عندنا اللي جنب تطلع من بيت لبيت. برضو دي نقطه مهمه. كان الاول اللجنه تروح تقعد في القريه
جنب الجامع عند مثلا العمده عند شيخ الغفر وبعدين ينادوا في الميكروفون وبعدين يبداوا يجيبوا الايه المواشي. طبعا في اللي بيجيب وفي اللي ما بيستجبش ويقول لك انا مش هخرج لمؤاخذه البهائم بتاعتي عشان بتتحسد وانا مانيش عارف. رغم ان الكلام ده طبعا مش مظبوط. دلوقتي اللجان بتدخل من بيت لبيت، هي اللي بتتحرك من بيت لبيت وتقوم بعمليه التحصيل. مهم قوي ان احنا عاوزين المزارع يستجيب لينا لان دوت لمصلحته. التحصين اللي هو بيكلفه حوالي 17 جنيه او حتى 20 جنيه، انا بحمل حيوان بتاعه اللي ممكن يصل سعره بالظبط 25 و30 الف جنيه. ده مهم جدا. فدي نقطة مهمة ان احنا برضو عاوزين المزارعين والمربين يستجيبوا لان احنا بنعمل ده لمصلحته. صحيح. نقطة تانية اعتقد يا دكتور لازم يكون في وعي، يعني لازم يكون في حملات احنا بنعمل ده، احنا بنعمل ده الارشاد البيطري والارشاد الزراعي. الحقيقة احنا برضو بنقوم بالدور ده وبنحاول، ومن خلال برنامجكم ومن خلال كل البرامج اللي انا بروحها بقول هذا الكلام. برضو بعض المزارعين ما يرضاش يسجل الحيوان بتاعه، يقول لك اصل انا لو علقت الحلقه في ودن الحيوان اما اجي ابيعه هيقول لك ده كان مصاب واتحصن. طبعا الكلام ده مش مظبوط. دلوقتي بقى اجباري، لازم يسجل، ولازم نعرف احنا 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 بصدد عمل بطاقه زي شهاده كده، زي بطاقه رقم القومي لكل حيوان في مصر. هو ده الصح كل دول العالم كده، بحيث ان انا اكون عارف الحيوان ده تاريخه الصحي ازاي، ولد امتى بالظبط، وخدت تطعيمات والتحصينات بتاعته امتى، هل اصيب بامراض قبل كده. وده مهم حتى للي بيشتري حيوان من السوق، ده مهم. فاحنا ماشيين في هذا الاتجاه. دي طبعا احد المحاور المهمه للحفاظ والنهوض بالثروه الحيوانيه. موضوع تاني، احياء مشروع البتيلو كان في عام 2017، اللي هو طبعا الحقيقه كان موجود قبل كده وللاسف فشل لبعض الاسباب. مع الوزير بمجرد ما تولى المسؤوليه احيا هذا المشروع مره تانية. مشروع البتيلو ده هيعمل لي الحقيقه وفره في الثروه الحيوانيه في مصر، لانه الحقيقه بشروط ميسره جدا ما فيهاش اي تعقيدات، هيوفر لي فرص عمل للشباب وحديثي التخرج. كل المطلوب انا عاوز مكان بس يكون جاهز للتربيه، وبتطلع لجنه بتعين بتقول فعلا المكان ده ممكن يتم تربيه فيه 10 رؤوس او 15 راس، وبعد كده هو بيتقدم البنك الزراعي المصري بالبطاقه بتاعته بفيش وتشبيه بالمحضر المعاينه، ولو هو حابب ياخد كارد بياخد كارد 10000 جنيه على الراس و5000 جنيه بالنسبه للعلف. لو هو عاوز ياخد الكاردين ماشي، عاوز ياخد اي واحد اي كارد من هما مفيش اي مشكله، وبفايده 5% متناقصه. يعني سهل بالنسبه للشباب جدا يا فندم، يعني مفيش روتين بقى عرق يا فندم، اي روتين اي معوقات. انا يمكن تليفوناتي معروفه لكل الناس على مستوى المحافظات كلها، اي مشكله بيتصلوا بينا بنحلها فورا. المشروع انتهت المرحله الاولى منه ب 100 مليون جنيه تم نفذها بالكامل. المرحلة الثانية احنا بادئين فيها يمكن 88 مليون جنيه وهنستمر لغاية 200 مليون جنيه ان شاء الله. وفي اقبال كبير جدا على هذا المشروع لانه الحقيقة مشروع مهم ومربح بالنسبة للفلاح. انا بعمل ايه علشان اوفر بقى الثروة الحيوانية؟ انا العجل البتيلو اللي كان بيتذبح للأسف بصورة غير شرعية، او الاناث اللي كان بيتم ذبحها بصورة غير شرعية ومخالفة للوائح والقوانين، انا العجل ده بدل ما هو وزنه 100 كيلو انا بربيه لمده 7 8 شهور 10 شهور ويوصل وزنه ل 500 كيلو. يبقى انا عملت وفره في الانتاج الحيواني، ضعفتها قد ايه؟ خمس مرات على الاقل، من 100 ل 500. هيعمل لي وفره في اللحوم، وبالتالي تبدا الاسعار تنزل، ويمكن احنا حاسين بده. لكن انا بطمنكم ان شاء الله في خلال الشهور القليله القادمه من عام 2018 هيكون بدات المرحله الاولى لمشروع البتيلو تؤتي ثمارها، وهنحس بانخفاض ملحوظ في اللحوم. طبعا كون ان احنا ناجحين في ان ثبات الاسعار ده مؤشر حلو، لكن ان شاء الله هتقل ان شاء الله في الشهور القادمه. سريعا لانه الوقت طبعا للاسف الشديد ابتدى ان هو يقل قدامنا 3 4 دقائق بكثير. في بعض الاراء بتقول انه صغار المربيين لما بيروحوا علشان يحصلوا على القرض ويقدموا في مشروع البتيلو بيلاقوا معوقات كثيره جدا، في حين انه كبار المربين ما بيبقاش عندهم مشاكل. دي نقطه. النقطه الثانيه انه كانت ايه النقطه الثانيه؟ لو في حد موظف وعايز ان هو يعمل المشروع دوت الى جانب شغله، هل ده وارد ان ممكن يحصل على؟ شوف انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، هو اصلا المشروع ده معمول للشباب الخريجين. يعني احنا بنوفر برضه فرص عمل، خد بالك، يعني هو الموظف يعني ماشي في الصدر مفيش الأول. مشكله لو عنده المكان او ممكن يعمل مشروع باسم زوجته
مفيش اي مشكلة، اي حد من اولاده مفيش اي مشكلة. الشائعة اللي هي بتقول ان المشروع بيستفيد منه كبار لا، انا اعتقد يعني برضو لازم نكون عارفين ان كبار المربين اللي عندهم مزارع كبيرة مش منتظرين هذا المشروع، بالعكس هم يعني شغالين صح وعندهم الامكانيات يعني وعندهم إشاعات. كل حاجه كلها شائعات بالعكس. يعني انا كان ممكن اقول لكم احصائيات اللي تمت في جميع المحافظات، لكن احنا لو في اي مشكله يتصلوا بينا وبنحلها فورا، واحنا ما عندناش الحقيقه. هو فعلا المشروع ناجح وعليه اقبال شديد، احنا كنا توقفنا بس بعد المرحله الاولى عشان نقيمها علشان ما يحصلش دروب زي ما حصل قبل كده، وكان نتيجة ده ان احنا لقينا ناس فعلا واخدة قروض وما استخدمتهاش الاستخدام السليم للقرض، فاستردنا منهم الفلوس واستردنا 5 مليون. تمام. طيب نقطة بسرعة. انا عندي نقطة مهمة جدا وانا محمل برسالة للدكتور حامد، لازم اقولها. قولي نقطتك وانا هقولها في الاخر. كنت عايز اسأل على الثروة السمكية. الثروة السمكية يا فندم ما فيش شك انه دي بقى الاسعار نزلت بجد الحمد لله بحق الله الحمد يعني. لله دي شهاده يعني على الهواء. انا ما شاء الله انا سعيد عندنا مزارع ما شاء الله بيها. اكبر يعني. شوف انا اقول لحضرتك حاجه، ما فيش شك ان احنا كان عندنا مشاكل في الثروه السمكيه. اولا احنا استهلاكنا او احتياجنا من الاسماك كل عام حوالي 1,900,000 طن، احنا كان انتاجنا حوالي 1,600,000 طن او 650,000 طن. كانت في فجوه، بس الفجوه ليست بالفجوه الكبيره بعد الحقيقه. المزارع السمكيه العملاقه اللي تم افتتاحها في غليون، المدينه السمكيه في غليون، والمزارع السمكيه اللي افتتاحها السيد الرئيس الحقيقه من يومين ثلاثه في الاسماعيليه، دي زودت طبعا الانتاجيه، وصلنا ل 1,706,000 طن. صحيح. طبعا بعد ما هذه المزارع توصل لكامل طاقتها هتقل الفجوه بالنسبه للاسماك. احنا ماشيين في خطه واضحه جدا لتطهير البحيرات على مستوى الجمهوريه، لانه للاسف الشديد كان بسبب الازمات التعديات اللي حصلت على البحيرات سواء كان بالردم او يعني بالاشغالات وبالظبط او صرف يعني بصوره لمياه اخرى زي الصرف الصحي او الصناعي او كذا، ده اثر على الثروه السمكيه. طب دكتور حامد معلش، يعني انا محمل برساله من مربي الحمام في مصر. الحمام ثروه قوميه لو ابتدينا نركز فيها، سواء كان الحمام الغيه او الحمام الزينه او الحمام اللي بينتج زي اللاحم والكينج والرومي والروماني والمالتي والحاجات دي. واضح عندك لا انا اصلا من الناس اللي بحبهم. اكيد الحمام ومربي على فكره ومربي وعارف ان ممكن تعمل طفره فعلا عند الشباب بتشغلهم وتخليهم تبعدهم عن اي نوع من لا ومطلوب في الفنادق والاماكن بالظبط، بتعمل فلوس حلوه بالظبط. ففي معارض بتتعمل وفي حاجات كتيرة بتتعمل، واحنا ممكن نصدر على فكرة انواع كتيرة من الحمام الاصلي كسلالة، وفي نفس الوقت الحمام اللي هو بتاع الاكل يعني. فمدى اهتمام بوزارة الزراعة على عموما برضو يعني انا الحقيقة يعني سئلت في هذا الموضوع، انا قاعد حضرتك ان انا اوصل هذه الرسالة مع الوزير، وان شاء الله يكون لنا دور في النهوض بالحمام. دي حاجة طبعا جديدة واعتقد ممكن تنميتها في اي مكان بالظبط وفي اي محافظه. صح. ولا تحتاج لانتاج زراعي. صحيح. لان احنا بنقول الثروه الحيوانيه محتاجه طبعا يعني انتاج زراعي وانتاج نباتي، اعتقد الحمام يعني وضعه مختلف. لكن طبعا احنا انشغلنا خلال الفتره اللي فاتت بحل المشاكل والازمات اللي كانت موجوده، لكن انا قاعد حضرتك ان شاء الله ان انا اطرح هذا الموضوع، وان شاء الله اقول لك ان شاء الله يكون في احنا مهتمين ونهتم بكل فكره تدفع مصر للأمان. صح، وتبقى يعني مضافة للأفكار اللي موجودة. نشكر حضرتك دكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، شكرا لحضرتك. أنا بشكركم جدا، وكان في ملفات الحياة مهمة زي مطبق المبيدات ورش المبيدات وحاجات كتيرة. احنا عايزين حاجات كتير معانا بقى، لأن دي مهمة قوي علشان برضو نوضح للمشاهدين قد ايه احنا مهتمين بصحة المواطن المصري، وبرضه نتكلم على الشائعات اللي بتتكلم دايما يعني المبيدات ومبيدات مسرطنة وكذا وكذا، علشان برضه نوضح الحقيقة. ده هدف برنامجنا، ومكان أكيد. حضرتك محفوظ عندنا في اي وقت حضرتك تحب. وانا تحت امرك وانا نور. تحت امرك ده شرف لينا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. هنطلع فاصل مع كل السادة المشاهدين ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم واخر فقراتنا في مصر. الساعة 11.